النهاردة هحكي لكم قصة عملية المخابرات اللي تعاونت فيها المخابرات الأمريكية CIA مع المخابرات البريطانية MI6 لتخريب البرنامج النووي الروسي بما يضمن الصدارة لأمريكا وحلفائها في تكنولوجيا الأسلحة النووية. والعملية دي كان اسمها الحركي Operation Spanner أو عملية المفتاح، والاسم ده مجاز عن طبيعة العملية اللي كان هدفها في البداية ضرب مفتاح أو مفك في ماكينة الروس النووية، لكنها انتهت بصفعة قوية لكل من CIA والMI6. ازاي؟ جهز بقى مشروبك المتين وصحصح لي، علشان الفيديو ده هيحكي لك عن التاريخ اللي افلام هوليوود ما بتعرضوش. انترو سريع ونبدأ حالا. اهلا بيكم في فيديو جديد من خضرونيوم وكيمياء الحياة، معاكم محمد خضر، والنهاردة هحكي لكم عن عملية المفتاح الجهنمية اللي أبدعها الكيميائي وضابط المخابرات البريطاني إريك ويلش، قائد فرع المخابرات البريطانية في النرويج في الفترة من مايو 1941 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، واللي كان من ضمن مسؤولياته التجسس على البرنامج النووي الألماني في الوقت اللي كانت بتتسابق فيه القوى العظمى على امتلاك السلاح النووي. الراجل ده يا جماعة أصبح أسطورة في عالم المخابرات بسبب إسهاماته مش بس في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية، ده كمان هندس وأشرف على تنفيذ عمليات نوعية زي إغراق البارجة الألمانية تيربيتس اللي كانت قافلة بحر البلطيق على أمريكا وحلفائها وعلى السوفييت. ويلش برضه لعب دور رئيسي في إقصاء الألمان خارج سباق التسلح النووي وقتها عن طريق تدمير منشأة فيمورك للماء الثقيل وتهريب علماء زي نيلز بور وغيره من خلف خطوط العدو. علشان كده بعد انتهاء الحرب العالمية تم تكليف ويلش بالدعم الاستخباراتي لجهود بريطانيا وحلفائها لتطوير السلاح النووي فيما عرف حركيا بمشروع سبائك الأنابيب تيوب ألويز. في هذا الوقت السوفييت كانوا أحكموا سيطرتهم على ألمانيا الشرقية بكل ما فيها من معامل ومصانع وموارد كانت مسخرة للبرنامج النووي الألماني. وفي ديسمبر سنة 1946 وردت معلومة خطيرة جدا من أحد جواسيس ويلش في ألمانيا الشرقية. المعلومة بتقول إن مصنع إي جي فاربن في مدينة بيترفيلد رفع إنتاجه من معدن الكالسيوم عالي النقاء بنسبة أعلى من 95% ل30 طن شهريا. وبعد شهور من التحريات اكتشف أنه في يوم 27 يوليو سنة 1947 ثلاث مقطورات سكة حديد اتحملوا بهذا الكالسيوم واتجهوا لمنشأة إنتاج يورانيوم في مدينة إلكتروستال في قلب روسيا. واحد يقول لي طب وإيه الخطير في كده؟ ده كالسيوم عادي يعني من بتاع المكملات وهشاشة العظام، ايه علاقة الكالسيوم بالسلاح النووي؟ منع تسوس؟ طالما سألت السؤال ده يبقى لازم اديلك الاول نبذة مختصرة عن كيمياء تجهيز اليورانيوم علشان تدرك مدى خطورة المعلومة دي. معظم اليورانيوم الخام بيتواجد في الطبيعة على هيئة اكاسيد، يعني مركبات بيرتبط فيها اليورانيوم بالاكسجين بالاشكال دي. وعلشان يتم استخراج معدن اليورانيوم الممثل بالكور الخضراء دي وفصله عن الأكسجين الممثل بالكور الحمراء دي، بنفعل الأكاسيد دي مع حمض الفلوريك اللي بيستبدل الأكسجين الأحمر ده بالفلور البرتقالي ده ويدينا رباعي فلوريد اليورانيوم. وهي دي الصورة اللي نقدر نستخرج منها معدن اليورانيوم بشكل نقي لو فعلناه مع عامل مختزل زي إيه؟ الكالسيوم. طب ايه هو الاختزال ويعني ايه عامل مختزل اصلا؟ زي ما شرحنا قبل كده في الفيديو ده ان المواد ممكن يحصل لها نزيف الكتروني وتفقد الكتروناتها فيما يعرف بالاكسدة، ونظرا لان الالكترونات بتكون سالبة الشحنة فاي ذرة بتفقد الكترونات بتقل شحنتها السالبة وبتزيد شحنتها الموجبة. اهو مقدار الشحنة الموجودة على الذرة ده اسمه عدد التأكسد اللي بيكون صفر في حالة الذرة المتعادلة اللي معلهاش اي شحنة، وكل ما الذرة تفقد الكترون يعني يحصل لها اكسدة فعدد التأكسد ده بيزيد
بما يمثل الزيادة في الشحنة الموجبة على الذرة. طب لو الذرة بقى اكتسبت إلكترون، ساعتها الشحنة السالبة على الذرة هي اللي هتزيد والشحنة الموجبة هتقل، وبالتالي عدد التأكسد هيقل، وساعتها نقول إن الذرة حصل لها اختزال. يعني الاختزال ده هو عكس الأكسدة بالظبط، هو عكسه وقارينه في نفس الوقت، والاتنين دايما بيحصلوا مع بعض، لأن مفيش ذرة هتكتسب إلكترون كده من الفراغ. أي إلكترون بتكتسبه الذرة لازم يكون جاي من ذرة أخرى فقدته، أو الذرة الأولانية اللي بتفقد الإلكترون دي اسمها عامل مختزل، لأن الإلكترون اللي فقدته ده هيسبب اختزال الذرة التانية اللي هتكتسب الإلكترون ويقل عدد تأكسدها. والذرة التانية اللي هتكتسب الإلكترون اسمها عامل مؤكسد، لأن الإلكترون اللي اكتسبته تسبب في أكسدة الذرة الأولانية اللي زاد عدد تأكسدها لما فقدته. زاد فتأكسد وقل فاختزل عيد بس انت الحتة دي في الفيديو هتيجي معاك. طيب تعالوا نشوف الكلام ده بيحصل ازاي هنا بين الكالسيوم واليورانيوم. قبل التفاعل معدن الكالسيوم بيكون غير مرتبط بأي عنصر تاني، يعني عدد تأكسده صفر، لكن اليورانيوم بيكون مرتبط بأربع ذرات فلور، كل ذرة فلور فيهم بتسحب إلكترون من اليورانيوم، وبكده يكون عدد تأكسد اليورانيوم قبل التفاعل موجب 4. بعد التفاعل بقى كل ذرة كالسيوم بترتبط بذرتين فلور اللي كل ذرة فيهم بتسحب إلكترون زي ما قلنا، وبكده يكون عدد تأكسد الكالسيوم بعد التفاعل موجب 2، يعني فقد إلكترونين. راحوا فين بقى الإلكترونين دول؟ راحوا لليورانيوم اللي عدد تأكسده اتغير من موجب 4 قبل التفاعل لصفر بعد التفاعل، يعني كل ذرة يورانيوم اكتسبت 4 إلكترونات. 4 ازاي وانت لسه قايل حالا ان الكالسيوم فقد إلكترونين بس؟ ما انت لو بصيت لوزن المعادلة هتلاقي كل وحدة يورانيوم بتتفاعل مع ذرتين كالسيوم، والتفاعل الكيميائي الممثل بالمعادلة دي مثال نمطي لأي تفاعل أكسدة واختزال. واحد يسألني ويقول لي طب هو مستر ويلش عرف منين ان الروس هيستخدموا الكالسيوم ده في تسليح اليورانيوم مش في أي استخدام تاني من الاستخدامات العديدة للكالسيوم؟ أولا التحريات بينت ان مصنع الكالسيوم ده أثناء الحرب كان بينتج شهريا 5 طن فقط من الكالسيوم عالي النقاء للاستخدامات الإلكترونية، بالإضافة ل20 طن كالسيوم أقل نقاءً لصالح البحرية والقوات الجوية ومسابق سكك الحديد الألمانية، وبكده يكون إنتاج 30 طن من الكالسيوم عالي النقاء أكبر من استيعاب أي صناعات ألمانية مدنية. فيا ترى بقى هيروح فين الإنتاج الزيادة ده كله اللي اتشحن منه مرة واحدة حمولة 3 عربيات سكة حديد لمكان مجهول في وسط روسيا أثناء ذروة سباق التسلح النووي؟ قول انت بقى. ثانيا جواسيس ويلش قدروا يهربوا عينة كالسيوم من إنتاج المصنع ده، واللي نتيجة تحليلها أكدت مطابقتها للمواصفات القادرة على اختزال اليورانيوم وفقا للمعادلة دي. بالمناسبة كل التفاعلات الكيميائية اللي ذكرتها دي تندرج تحت بند تجهيز خام اليورانيوم، لكن عملية تخصيب اليورانيوم بقى دي عملية فيزيائية وليست كيميائية. وبالمرة بقى للي ما يعرفش يعني ايه تخصيب اليورانيوم، لو بصيت على الجدول الدوري هتلاقي اي عنصر مكتوب عليه رقمين، الرقم الصغير ده اسمه العدد الذري وهو عدد البروتونات اللي في نواة ذرة العنصر، والرقم الكبير اسمه الكتلة الذرية اللي هي متوسط الكتلة الكلية لذرة العنصر بجميع مكوناتها بروتونات ونيترونات وإلكترونات. لكن بما ان كتلة الإلكترونات ضئيلة جدا مقارنة بالبروتونات والنيترونات فنقدر نهمل كتلة الإلكترونات، وعلشان كده العدد الكتلي للذرة بيتعرف بمجموع أعداد البروتونات والنيترونات بس، وبيكون عدد صحيح بخلاف الكتل الذرية اللي مكتوبة قدامك في الجدول الدوري. لو دققت في أرقام الكتل الذرية للعناصر هتلاقيها كلها كسور. عندك مثلا الأكسجين وزنه الذري 15999 من 1000، ليه ما هيش 16 صحيحة؟ معناه ايه الكسر ده؟ وراح فين الواحد من 1000 اللي فاضل ده؟
زي أي ذرة، ذرة الأكسجين بتتواجد في صورة مجموعة من النظائر بيشتركوا كلهم في احتواء كل نواة منهم على 8 بروتونات، لكن بيختلفوا عن بعض في عدد النيترونات. في منهم اللي بيحتوي على 8 نيترونات، ومنهم اللي بيحتوي على 9 نيترونات، ومنهم اللي بيحتوي على 10 نيترونات. والنظائر دي دايما بتتواجد في الطبيعة مع بعضها بنسب مختلفة. في حالة الأكسجين مثلا، أكتر من 99% من الذرات بيكون عدد النيترونات فيها 8، وتقريبا 4% بيكون عدد النيترونات فيها 9، وتقريبا 2% بس بيكون عدد النيترونات فيها 10. فلو حسبت متوسط الكتلة الذرية للأكسجين باعتبار كتلة كل نظير ونسبته، هتلاقي الناتج النهائي في كسور. الحسبة سهلة خالص، هتضرب كتلة كل نظير في نسبته وتجمع النواتج على بعض بالشكل ده، فيطلع لك الكتلة الذرية النهائية بالظبط زي ما هي مكتوبة في الجدول الدوري، 15 × 10^9 ونفس الكلام بينطبق على اليورانيوم اللي بيتواجد في صورة مجموعة من النظائر بيشتركوا كلهم في احتواء كل نواة منهم على 92 بروتون، لكن بيختلفوا عن بعض في عدد النيترونات. في منهم اللي بيحتوي على 142 نيترون، وبكده يكون عدد الكتلي 234، ومنهم اللي بيحتوي على 143 نيترون، يعني عدد الكتلي 235، ومنهم اللي بيحتوي على 146 نيترون، هيبقى عدد الكتلي 238. ونسب تواجد النظائر دي في الطبيعة مع بعضها بتكون تقريبا 0.05% للنظير 234، وتقريبا 0.7% للنظير 235، واكتر من 99% للنظير 238. وبرضو لو حسبت متوسط الكتلة الذرية لليورانيوم باعتبار كتلة كل نظير ونسبته، هتلاقي الناتج النهائي 238.0289 بالظبط زي ما هو مكتوب في الجدول الدوري. ونظائر كل عنصر بتكون متطابقة في الخواص الكيميائية وبتتفاعل نفس التفاعلات الكيميائية. أمال بتختلف في ايه؟ في التفاعلات النووية. عندك مثلا نظير اليورانيوم 235، هو ده النظير اللي بتنشطر نواته لما بتتعرض لنيترونات وتطلع الطاقة الرهيبة اللي كانت ماسكة مكونات النواة ببعضها. خليني أقرب لك الانشطار النووي بالمثال ده. لو تخيلت النيترونات والبروتونات بشكل حبات السمسم، فالذرة هتكون عبارة عن سمسمياية من حلاوة المولد. أهو السكر أو الشربات اللي بيمسك حبات السمسم ببعضها ويخليهم حتة واحدة في السمسمياية دي، هو ده طاقة الربط النووية اللي بتمسك البروتونات والنيترونات ببعضها في الذرة، وهي دي الطاقة الرهيبة اللي بتطلع في الانشطار النووي. وتخصيب اليورانيوم بيستغل الفرق في الكتلة بين نظائر اليورانيوم 235 و 238 علشان يفصلهم عن بعض بأحد الطرق الفيزيائية، زي الطرد المركزي أو الانتشار الغازي أو الارتحال الحراري أو الفصل الكهرومغناطيسي. ولما ترفع تركيز النظير 235 من نسبته الطبيعية اللي هي تقريبا 0.7% لحد أكتر من 90%، ساعتها تقدر تستخدم اليورانيوم ده لعمل سلاح نووي. نرجع لقصتنا اللي بناء على معلومة 30 طن كالسيوم والمعادلة الكيميائية دي، قدر الإنجليز وحلفائهم الأمريكان الحد الأدنى من مخزون اليورانيوم الروسي بنفس نسبة اليورانيوم للكالسيوم في هذه المعادلة الكيميائية، يعني تقريبا 89 طن يورانيوم. طبعا التفاعل ده مستحيل يتم بكفاءة 100% على أرض الواقع نظرا لبعض القيود التقنية اللي خبراء CIA قدروا تأثيرها بتقليل الناتج بنسبة 20%. وبكده يكون رصيد الروس من معدن اليورانيوم النقي لا يقل عن 80 طن يورانيوم، اللي لو قلنا انهم هيقدروا يخصبوهم لحد 90% من النظير 235 بالتكنولوجيا المتاحة وقتها في الاربعينات، يبقوا كده في طريقهم لتصنيع ما لا يقل عن 11 قنبلة نووية زي اللي اتضربت على هيروشيما. ده طبعا لو ما استخدموش جزء من اليورانيوم ده لتصنيع البلوتونيوم اللي يقدروا يعملوا منه قنابل اكتر واكبر. شفت بقى ازاي كل ده يطلع من 30 طن كالسيوم؟ طب وبعدين يا كوماندر ويلش، هنقعد كده حاطين ايدنا على خدنا
ونتفرج على الروس وهم بيسبقونا للقنبلة الذرية ويعفروا على دقننا؟ وهنا تفتق ذهن ويلش عن خطة كيميائية عبقرية لإفساد المخزون الروسي من اليورانيوم من غير ما يضرب ولا طلقة. الخطة بتعتمد على إن الكالسيوم عالي النقاء اللي كان بيخرج من مصنع بيترفيلد كانت من ضمن مواصفاته إن تركيز شوائب عنصر البورون فيه ما تزيدش عن جزء 1 في المليون. بس أنهي بورون بقى؟ البورون بيتواجد في الطبيعة بنسبة 80% في صورة النظير 11 و20% بس من البورون بيكون من النظير 10، والنظير 10 ده زيه زي اليورانيوم 238. النواتين دول لما بيتضربوا بنيترونات ما بينشطروش، دول بياخدوا ويقولوا كامون. النواتين دول لما بيتضربوا بنيترونات ما بينشطروش، دول بيبلعوا النيترونات ويوقفوا سريان التفاعل الانشطاري المتسلسل. وبناء على ذلك اقترح ويلش تلويث انتاج مصنع الكالسيوم ده بعينة من البورون المعدل اللي تركيز النظير 10 فيه اعلى من 90%، بحيث لما يتخلط مع الكالسيوم يعدي اختبارات الشوائب الكيميائية لان له نفس الخواص الكيميائية للبورون 11، لكن وجوده في اليورانيوم هيخليه يمتص النيترونات زي السفنجة ما بتمتص المية، فيبطأ او يوقف التفاعل الانشطاري المتسلسل لليورانيوم المخصب، فيقلل انتاجية البلوتونيوم من اليورانيوم ده ويخلي انابل الروس تنزل زرع بصل من غير حتى ما تطلع ريحة وحشة. وحتى لو انفجرت يكون اثرها التدميري اقل من الانابل اللي اتضربت على اليابان. وهي دي فكرة عملية المفتاح اللي هيضربوه في ترسانة الروس النووية. خطة في منتهى الذكاء. اي نعم هي بتراهن على اهمال الروس لمتابعة تركيزات الكتل الذرية الصغيرة في تحاليلهم الدورية، لكنها ملعوبة من ويلش بمنتهى الشياكة. وبالفعل بيتم تجهيز عينة البورون المعدلة وإرسالها لألمانيا، إلا إن الروس طلعوا سابقين الكل بخطوة، ومش بعيد تكون معلومة نقل أطنان الكالسيوم دي هم كمان اللي سربوها علشان يكشفوا جواسيس الأمريكان وسطهم، بالرغم من إصرار ويلش على تخطيط وتنفيذ العملية بتنسيق مباشر مع مدير MI6 شخصيا علشان يتجنب أي تسريب للخطة. وبيتوقف الروس عن توريد الكالسيوم لمشروعهم النووي من ألمانيا، وعميل ويلش اللي كان حيبدل البورون هو وباقي الجواسيس اللي كانوا بينقلوا المعلومات بيتم تهريبهم للأرجنتين وإعطائهم هويات جديدة لحمايتهم من انتقام الروس. وبيتفاجئ الجميع يوم 29 أغسطس سنة 1949 بنجاح أول تجربة تفجير نووي سوفيتي قبل 5 شهور من تقديرات CIA اللي كانت فاكرة نفسها كشف الكل ومحدش كشفها. وطلع KGB هو اللي كان زرع جواسيس داخل نقطة اتصال المخابرات الأمريكية والبريطانية، بل وفي قلب مشروع مانهاتن اللي عرفوا يسربوا منه تصميم لقنبلة البلوتونيوم زي ما شفنا في فيلم أوبنهايمر. وطبعا أنا بحكي لكم القصة دي من واقع السجلات الأمريكية والبريطانية، لكن تظل التفاصيل الأكثر تشويقا وبراعة لهذه العملية حبيسة سجلات المخابرات الروسية، وأنا روسي بتاعي بصراحة مش قد كده. أتمنى يكون هذا السياق الجاسوسي المثير نجح في تلطيف وتبسيط شرح مفاهيم الاختزال والنظائر وطاقة الربط النووي، وتكونوا استفدتوا بمعلومة واستمتعتوا بالحدوتة. عرفوني في التعليقات لو حابيني أكمل في موضوع سجلات الحرب الكيميائية ده، ولا أستمر في مخر عباب محيط الكيمياء بمواضيع تانية. أشكركم على المتابعة والدعم، والسلام عليكم.